أعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوما إذفارك. يا مرحبا فيكم حبايبنا، يسعد اوقاتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة كويسة. بتمنى لكم كل الأوقات السعيدة، ويا رب صيف حلو وإجازة صيف سعيدة لكل الناس اللي ناوية تغادر لحتى تقضي إجازة صيف، وتكون إجازة صيف كمان حلوة وسعيدة للي قضاها وخلص. وبالمناسبة اليوم رح نحكي عن عن عطور من شركة واحدة يلي جربتها وعجبتني كتير، ولقيت يعني استحسان أغلب الناس اللي جربوها أو حتى شموها. كمان بهذا الفيديو بدي أعتذر عن ذكر ديزل باد بأنه عطر نسائي، ولكن هو عطر رجالي بامتياز. ولكن على كثرة العطور واختيار العطور، وكان ببالي أنه أنا حط عطر نسائي، وراحت وشتيت فيها وحكيت نوتاته للعطر على أنه هو عطر نسائي. شكرا للأخوة اللي انتبهوا لهذا الموضوع وحطوا بالكومنت أنه يعني ديزل هو عطر رجالي، ولكن حتى على تقل ريحته ونوتاته يصلح لأن يكون بفصل الصيف لأنه ما هو مزعج، على الأقل بالمنطقة الجغرافية اللي أنا فيها يلي درجات الحرارة ما بتتجاوز 17 درجة مئوية. ولكن إذا شفتوا أنه بالمناطق عندكم كتير حر والعطر عم يضايق، بلا منه، أو استعملوه بأوقات المساء يلي بيكون فيها درجات الحرارة شوي منخفضة. هلأ اليوم حنبلش بعطور شركة دوتشي جابانا، يلي بصراحة أنا شركة بحترمها على أغلب العطورات يلي بتنتجها. العطر الأول حيكون الدوان من دوتشي أن جابانا، هذا طبعا الفيرجن الإدو دواليت، في منه الإدو برفيوم. ومن العطور يلي يعني الأخوة الرجال اللي بيدوروا عليها لحتى يلفتوا نظر، الجنس اللطيف. الجنس اللطيف بيستحسن هذا العطر بالغالب، ولكن دائما بذكر انه الاذواق بتختلف. رح اقرا لكم النوتات تبعيته. هو عطر عنبري حار وتبغي حمضياتي وحلو. بالنسبة للمقدمة، حيفتتح العطر هو خشبي طبعا، تم اصداره عام 2008. سعر العطر بحدود 71 اورو او 70 اورو، ولكن يعني يمكن يتراوح بحدود ال 80 دولار او ال 75 دولار. كمان بفضل انه انتم تبحثوا على الاسعار، لانه من منطقة او من بلد لبلد بتختلف اذا كانوا مساويين عروض او حتى يعني ممكن يكون السعر مختلف ببلد تاني. بكل الاحوال العطر المقدمة تبعيته هي الكزبرة والريحان والجريب فروت، وقلب العطر الزنجبيل وبراعم البرتقال والحبهان، وقاعدة العطر العنبر وأخشاب الأرز والتبغ. عطر جميل اللي بحب يجربه، ولكن بنصح دايما بتجربة العطر قبل الشراء، ما تشتروا على العمياني وما تاخدوا على ذوقي، إلا أنه أنا بحاول بالريفيوز اللي عم ساويها دايما انه انا اقرب لكم الرؤية للعطر وتختلف الاذواق، وفيكم تجربوا قبل ما تشتروا. هذا بالنسبة للعطر الاول. العطر الثاني اللي هو الايطاليان زيست اللي هو لايت بلو، رح نحكي هذا هو العطر. هذا من العطور الجميلة جدا. هلأ في ناس يمكن ما بتستحسنه كرجال، ولكن هو من العطور يلي ميزه كتير، ويعني بحسه انه بتعطي واداء ممتاز لسبات وفترات طويلة. تقريبا العطر حمضي اروماتيك، تم اصداره عام 2018. مقدمة العطر الجريب فروت واليوسفي، وظاهر فيه تماما اليوسفي، البرغموت والليمون، وقلب العطر اكليل الجبل، الفلفل، وأخشاب الورد من بالي،
والفريزيا والهيديوين. الهيديوين هو يعني مركب كيميائي من الأروما كيميكال اللي بيشتغلوا فيها الأخوة المصممين، كمان المسك، البخور والأكواموس تحلب البلوط، والعنبر هو القاعدة تبع العطر. العطر جميل بكل المقاييس، بس خليني اتأكد تقريبا من سعره. للأزازة ال75 سعرها بحدود $90، هاي بالنسبة لأزازة ال75 ملي. هذه أنا اللي معي، لا 100 ملي، بس اللي بالكرتون هي 75 ملي. بالمرحلة أو العطر اللي بعده اللي هو الإيطاليان زيست النسائي، كمان من العطور الرائعة اللي جربتها، اللي بتظهر فيها كتير الحمضيات بهذا العطر. طبعا كل اللايت بلو اخذ يعني ورتان الدي ان اي من العطر الستاندرد اللي هو اللايت بلو العادي، اللي كلكم تعرفوه من العطورات الجميلة جدا، واللي يعني نزلت على السوق بلطافة وبجمال، ودائما عطر ستاتي بامتياز، حتى الرجال بيقدروا يستعملوه. اللي بحب العطر اللطيف يعني ما بيضايق، الا اذا ممكن مثلا تستعملوا معه عطر رجالي. هذا بالنسبة للإيطاليان زيست. رح نحكي كيف سعره، اللي هو $75 تقريبا لأزازة المية ملي. يفتتح، هو عطر زهري خشبي مسكي للنساء. يفتتح هذا العطر بالليمون والتفاح الأخضر، الجريس والزهر أو زهر الراعي أو راعي الحمام والبرغموت. مثل ما قلت لكم الحمضيات واضحة جدا بهذا العطر، وقلب العطر نبات البامبو والياسمين والورد، وقاعة العطر تتكون من الأخشاب أو أخشاب الأرز، العنبر، المسك والإيزو إيسوبر اللي معروف بالرائحة البودرية المسكية، وخشب الصندل والفانيليا. يلي بحب الفيرجن تبع اللايت بلو الأساسي يروح له، هو من شبيهاته. وكل العطورات يلي طلعت من اللايت بلو، مثل كمان اللي بعده اللي هو اللايت بلو سان ولاف ان باريسيا، او لاف ان باريسيا يمكن هيك، مو باريس يعني، او لاف ان باسيفيك، كمان هاي من العطورات يلي كلهم عندهم الاكورد الاساسي يلي بنوا عليه العطر بالاساس، وبعدين بلشوا يدوكروا فيه بطريقه او باخرى. يعني ما في اختلاف كتير كبير بين كل هالفيرجنز اللي طلعت من اللايت بلو، كلها ابوها واحد، او عشان ما يزعلوا النساء امها واحده ودوكرت عليها الاشياء الاخرى لحتى يغيروا شوي بصيغه العطر. تقريبا العطر سعره للميت ميلي $100. من العطور كمان هذا كتير كتير بحبه، يلي واضح فيه ريحة التفاح الأخضر والليمون مع بعض، عاملين توليفة كتير حلوة بالافتتاحية. وبس يهدى العطر ويركن راح تشموا الياسمين وريحة الورد، وبعدين بالقاعدة بالبيز تبع العطر حيكون الإيزو إيسوبر مع المسك، عامل توليفة كتير حلوة، والصندل والفانيليا. هذا بالنسبة لللايت بلو سان. وأخيرا اللي هو الإمبراطورة، نحن بنسميه بالوطن العربي الإمبراطورة نمبر 3، اللي هو عطر ثباته يعني جبار بطريقة فظيعة ومستمرة. هذا هو العطر. هلا عطر اوزوني. الاوزوني اللي بيسأل على الاوزوني يعني ريحه كتير بتحسه بتنفس فيها، يعني اكسجيني خلينا نقول، ومائي فاكهي حلو وحامضي. والعطر تقريبا اصداره بال 2009، مقدمته الفلفل الوردي، واللي هو الفلفل الزهري يعني اللي بتشوفوا لونه زهر، والكيوي والرواند، وقلب العطر الياسمين، وزهور البخور،
والبطيخ، وقاعدة العطر تتكون من مسك خشب الصندل وأشجار الليمون. طبعا بس لحتى أتأكد من الأسعار، ما مبين عندي هون السعر واضح، ولكن يمكن بحدود الـ60 دولار هذا العطر لأزازة المية ملي. هلا هذا العطر يلي كتير كتير بوضح فيه اللي هو رائحة البطيخ. هلا كمان رائحة البطيخ عاملة ريحة يلي من كتر ما بتصير سويتية بتصيروا بتحسوا انه مثل ريحة الشاي يلي معه سكر، يعني جرب منكم الشاي على الفحم، مثل ريحة السكر وقت يوقع على الفحم عم يعطي هاي الريحة مع شاي، كتير ريحة حلوة. هذا عطر بصراحة بنصح فيه يلي بحب، من الأخوة اللي بتحب السبات بالعطور، هذا من العطور الجبارة يعني، سباته كتير عالي، ولكن جربوه مو سهل لبسه يعني، جربوه، ما كل الناس بتهوى هاي الريحة. ريحة بطيخ بس قربت لكم اياها اكثر، اللي بتيجي على سكر محروق على الفحم على الجمر بعد المشاوي والاكلات الطيبة، وجاي عليها شوية شاي خشن، فهاي الريحة اللي بتحسوها دايما على شوية برجموت وحمضيات مع مكملة هذا العطر. هيك بتمنى كون يعني أفضت ويعني بينت على العطور شركة دوتشي جابانا يلي أنا أغلب اللي جربتهم هول، ولكن في أنواع تانية جربتها والله ما متذكرها، بس هي شركة أنا بحترمها على منتجاتها، وحتى أسعارها يعني تعتبر معقولة. ممكن منكم الأخوة اللي بتسافروا كتير ممكن يلاقوا دايما بالسوق الحرة يعني اوفرز لهي الشركة. محبتي لكم كتير كبيرة، انطروني بفيديوهات تانية، اذا حبيتوا الفيديو يا ريت تشاركوه وتساعدوا القناة لحتى تكبر اكتر على الجهد اللي عم يصير عليها، وكمان اللي حب منكم الفيديو يعملوا لايك، وما تنسوا الشير. محبتي لكم، بأمان الله.